لا يمكن أن تكون هذه المشاهد للاحتفال بمناسبة ما، وهي ليست حدثا مرتبطا بالفرح حتى. والسبب ببساطة أنها صارت ظاهرة شبه يومية تعبر عن موت آخر قادم لهذه المدينة وذاهب منها أيضا. فهذه المشاهد يتشيع لقتل الحوثيين من مختلف الجبهات وصلت إلى هنا بمحافظة دمار. تقام الصلاة الأخيرة على أرواحهم، بينما آخرون من نفس الفصيل من الميليشيا يحملون أسلحتهم في بيت الله. في مشهد آخر يحكي كيف تحولت الحياة والموت أيضا في هذه المدينة إلى فصل مرعب من معارك الميليشيا. لا يترك فيها السلاح حتى هنا وبهذا الموقف من فصول الوداع الأخيرة. بعد الصلاة يحمل القتلى إلى مقابر خاصة قامت بإنشائها الميليشيا لدفن قتلاهم، أسميت بروضة الشهداء، وهي واحدة من عشرات المقابر المستحدثة بالمحافظة لاستيعاب الأعداد الكبيرة لهذه القرابين التي يقدمها الحوثي للاستيلاء على الحكم في البلاد، ويكافئ قتلاه بتحويلهم إلى مجرد صور للوحات إعلانية عملاقة تنتشر في جميع أنحاء المدينة. هيئة مستشفى دمار العام تحولت بعد سيطرة الميليشيا عليها كليا وتغيير كادرها إلى مكان لاستقبال القتلى فقط، مجرد ثلاجة موتى كبيرة. فخلال أسبوع واحد فقط استقبل المستشفى 27 جثة لقوا مصرعهم في عدد من جبهات القتال المختلفة. إذن أصبحت دمار بؤرة كبيرة للتضحية، وصار غالبية أبنائها مشاريع قتلى محتملين يضحي بهم الحوثي وصالح بشكل يومي في قتالهم الرامي للقضاء على الجمهورية.